كيف علاقتك مع الضريبة؟ بحبوك كتير لأنه أنا بلتزم بكل شيء بعمله بالضريبة، بكل حياتي بلتزم بالضريبة. ما فيش عندك أي مشاكل معهم؟ لا ما عنديش مشاكل، لأني من هون ما بعملش فلوس أنا هون. يعني هون بصرف فلوس، بصرف فلوس. يعني المفروض هم يعطوك مصاري الضريبة تقريبا يعني، بس طب. ما بعمل يعني متبرع أنا.